السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكل مشتركين قناة روح وريحان للكروشي على اليوتيوب روبي كروشي. مرحبا بكل متابعي صفحة إبداعات روح وريحان للخياطة والكروشي على الفيسبوك. مرحبا بالمشتركات الجدد، فعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، اشتركوا في القناة، براتجيو القناة مع الأصدقاء تاعكم. مرحبا بالمشتركين الدائمين القدامى، الدار داركم انتم اللي بنيتوها. حبيت اليوم نبدا لكم اول قاعده في الكروشي وهي سلسله الكروشي وانواع الخيط الموجوده عندي واللي نستعملها واللي حبيتوا انتم تستعملوها، واي استفسارات في حول الكروشي حول البدايه واي شيء، انواع صنارات الكروشي وارقام الكروشي للاستعمال وانواع الخيوط الجزائريه والتركية. مرحبا بكم البنات، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس يصلكم كل ما هو جديد. بسم الله وعلى بركة الله، اليوم نبدأ لكم أول قاعدة وهي لازم كي تجي تتعلمي يليق لك تبدأي بالخيط الرقيق. الخيط الرقيق مع الكروشي هذا تاع الألمنيوم 0.55 هذا اللي تبدأي به. نبدأ بالسلسلة على بركة الله. بسم الله وعلى بركة. شوفوا البنات، تشدي الخيط هكا هكا، شوفي وتجبدي كيما هاك. هذا الكروشي انا تعلمت به وراني نوري لكم كيفاش تعلموا به. شوفوا البنات هكا وتجبدي خيط كل هكا، انا راني مانيش نزير باش تبان لكم العيون. شوفوا البنات هكا، شوفوا هاي البنات. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس. حبيتوا استفسارات حول بساتين كروشي او بونيات او قبعات او سبيبيطات او تريكوات سالوبات تاع الاطفال تاع الكبار كي متحبوا البنات، راني هنا وتعلقوا على القوة في الصفحة وفي القناة. شوفوا البنات ان شاء الله تعجبكم. هذه هي، شوفوا راني نوري لكم كيفاش. شوفوا تجبدي هكا، هذا خيط رقيق ما تبانلكش، معليش نحطوه على جهه ونوري لك كيفاش تخدمي بالكروشي رقم 2. ها هوينا كروشي رقم 2.5، هذا نوريك الخيط اللي تخدمي به. هذا الخيط شوفي، ها بسم الله، شوفي بسم الله هكا، شوفي شدي هكا الخيط وبداي هكا هكا، وبعدها تجبدي الخيط هاك. هذه هي القاعدة الأولى، كي تعرفي تبدأي تعرفي تصنعي سلسلة تكوني تجاوزتي أول مرحلة في الكروشي. أول مرحلة هي السلسلة، كي تكون السلسلة صحيحة راكي راح تنجحي في الكروشي. شوفي البنات، ها شوفوا تجبدي هكا، هذا 2.5. شوفي السلسلة كيفاش تبان، شوفوا البنات عفوا. حبيت قياسات فساتين من عمر يوم الى 3 أشهر، من 3 أشهر الى 6 أشهر، من 6 أشهر الى سنة، الى 9 أشهر، من سنة إلى سنة ونصف، من سنة ونصف إلى 6 سنوات، حتى 6 سنوات. تفضلوا هنا أني راح نحط لكم مقاسات، تابعوا الصفحة، عطوا كاين بزاف فساتين خدمتهم في الصفحة، اللي حبيتوا كيفية إنجازه علقوا لي عليه وحطوه لي في التعليقات باش نبدأ باش نعطي لكم طريقة الإنجاز وكيفية التفاصيل. هذه هي السلسلة. شوفوا البنات دوك نزيد نوري لكم السلسله كذلك في خيط شويه خشين على هذا باش تعرفوا التفاصيل. هذا شوفوا البنات في هذا الخيط، هذا خيوط جزائريه، هذا كروشي رقم 3. شوفوا 3، ها شوفي نفس المسكه، واحد ها 2 3 4 5. شوفي البنات شوفي هكا، ومن بعد هاك، ومن بعد هاك،
احنا كي نحكمو تعرفي طريقة مسك الكروشي والخيط تكون أول حاجة تعلمتي هي طريقة المسك. شوفوا كي نمسكوه البنات هكا. ها.